القدس يناديكم، خارجين للنفير ولا لا؟ سهلة وبسيطة، ارتاح شوي من التحليل. خالد من السعودية. السلام عليكم. وعليك السلام يا خالد. خالد المظاهرات ممنوعة لديكم، المظاهرات ممنوعة لديكم، لكن اليوم الأقصى يناديكم، يعني هل ستخرجون لنصرته أم صعبة شوية؟ والله الذي لا إله إلا هو، لو نادتنا الجامعة العربية لنخرج، لكن ينادينا مجموعة حماس وقطر على أساس يحرفون موضوع قضية الإرهاب مع قطر، ويقولون النفير العام. كيف يا أخوي هذه الكلام يا صالح؟ هذه طال عمرك والله يا خالد، يا خالد يا عزيزي، يا خالد يا خالد، سأعطيك فرصة لتكمل، صدقني سأعطيك فرصة لتكمل، ولكن أقول لك كلمة، وأنت انظر لنفسك في المرآة وأنت ساجد أمام البيت الحرام أو غيره، سترى نفسك بشكل واضح. دعك يا رجل، الأقصى لا يمثل لا حماس ولا قطر ولا غيرها، الأقصى لكم ولكل هذه الأمة التي تتابعكم. فعل الخير لا يعنيك أنت من دعا ومن لم يدعو، الأقصى الآن يناديكم لنصرته، لأن الأقصى الآن يضع المحتل الإسرائيلي الحبل على رقبته. أنا أشبه هذا المشهد كما أراه الآن، فإما أن تنصروه وإما أن تكونوا مع الخوالف، وانت مختار يا اهل الجزيره يا اهل الحجاز يا اهل السعوديه، انت ما رايك؟ تفضل، دعك من حماس وقطر، بالله عليك، والله هذه الاسطوانه يا اخي صارت ممله للغايه. الاقصى حبيبي لكم جميعا، تفضل. لن ننصر الاقصى، لن ننصر الاقصى. والاقصى يا عزيزي ليس في حاجه لنصره امثالك، اقولها لك على الهوى، لن تنصر الاقصى، والله الاقصى لا يحتاج لامثال هذا الهوان وهذا السقوط وهذا الجبن الذي عشعش في عقول ونفوس البعض. لن ننصر الأقصى. صحتين وعافية حبيبي، روح نام، روح اشبع نوم هناك، لا أدري أين أنت يعني عايش. والله العظيم هذا الكلام، أنا لا أود أن أقارن بعض العرب بالمحتل الإسرائيلي، أكون مبالغ شوي، ولكن هذا الكلام يثلج صدور نتنياهو ويخليه فرحان ويضحك علي أنا وعلى أمثالي. أنا إعلامي صحيح، ولكني مع الأقصى اليوم وغدا وبعد غد، شاء من شاء وأبى من أبى. وخالد هذا اللي كلمني من السعودية ويقول لن ننصر الأقصى، نم يا حبيبي، ارتاح.